أفهم من كلامك أستاذ فتحي بأن جميع الشارع الجنوبي يطالب بالانفصال؟ نعم، جميع الشارع الجنوبي يطالب بالاستغلال، استغلال الجنوب عن الشمال. هذا مطلب شعبي أنا شخصيا لا أحدد نعم. أو أتحدث، إنما أعكس رأي الشعب، والشعب يقول نعم. هذا بوضوح وبصراحة. نعم، إذا نقول هذه وجهة النظر للدكتور نجيب. دكتور نجيب، إذا الشارع الجنوبي بشكل عام مطلبه هو الانفصال والاستقلال ولا خيار آخر؟ أنا لا أعتقد أن هذه الفكرة صحيحة. أنا من متابعتي كل القيادات الجنوبية بلا استثناء الموجودة داخل الشرعية لا تتحدث عن فكرة استقلال الجنوب، وإنما تتحدث عن يمن اتحادي. يأتي قيادة، يعني القيادة الشرعية كلها بلا استثناء من وزراء ومن رئيس جمهورية ورئيس وزراء وكل القوى الموجودة داخل الشرعية بتكوينات الجنوب المختلفة المؤيدة للشرعية، كلهم يتحدثوا عن فكرة اليمن الاتحادي ولا يتحدثوا عن فكرة الاستقلال. ما يتحدث بها الأخ فتحي، أنا أعتقد أن الأخ فتحي يتمتع بذكاء سياسي كافي ليشعر وهو يتحدث عن فكرة الاستقلال اليوم واستيعاب الشرعية في الوقت نفسه أنه يعيش حالة تناقض. نعم. يا أما شرعية يا أما استقلال. الشرعية لديها مشروعها، وهذا المشروع قائم على فكرة تأسيس اليمن الاتحادي.